بعد لحظات الفائزين برموز هذه الأمسية، وكانت البداية مع الشلفة والجائزة المليون ونصف المليون ريال قطري لمن حقق وفاز وانتصر بأول الأشواط الرئيسية. سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي كان حاضرا مع ثنا بشعاره المميز. أهني أبو راشد على هذا الفوز المميز، وها هو راعي ثنا يرفع الشلفة عاليا في هذا الشوط الرئيسي المفتوح. وحزام بن راشد الزعبي وتتويج بناموس ولا أحلى مع هذه الأمسية الرئيسية. سعيد بن راشد الزعبي وأخوانه الكرام يتوجون بالشلفة، شلفة ثنا الفائزة بالشوط الرئيسي المفتوح. والوال صاحب الخنجر في الشوط الرئيسي المفتوح، وميدان الوقن يحتفلون بهذا الخنجر وبهذا الإنجاز الكبير بالشعار القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتحديدا ميدان الوقن. سهيل بن رملي بن محمد بن مطر العامري راعي والوال الفائز بالخنجر، بالإضافة إلى المليون ريال قطري لولوال ولراعي والوال، واحتفال بهذا الناموس الغالي. يتسلم الخنجر من يد سعادة عبد الله بن محمد الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. تهانينا يا بن رملي على هذا الفوز المستحق في هذا المهرجان الغالي. شلف الإنتاج كانت سيوف حاضرة مع السيد سالم بن محمد بن حران آلف هيدا المري، منتزعة ومحققة الشلفة في شوطنا الثالث وفي شوط خاص بالإنتاج. وهذا هو الناموس الأغلى عند بن حران، فوز في هذا المهرجان الغالي أولا، وشلفة بالإضافة إلى ناموس الإنتاج، وناموس رئيسي يسجل ويدون مع سيوف. هذا هو بن حران يرفع الشلفة عاليا، شلفة سيوف. أهنيك يا بن حران على هذا الفوز المستحق، وفوز سيوف بالشلفة تستحق الناموس هذه الأصيلة التي أهدت لسالم بن محمد بن حران ناموسا مسائيا رئيسيا في هذا المهرجان الغالي. تهانينا والناموس للجميع. مغادر الذي غادر بالخنجر الفضي إلى أشقائنا بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، محسن بن محمد بن حسن بن محسن بن حمد الفلاحي راعي مغادر ينتزع الخنجر، بالإضافة إلى الجائزة مليون ريال قطري لراعي مغادر. تهنئة لأخواننا وأشقائنا بدولة الإمارات العربية المتحدة وإلى المنطقة الغربية هناك تحديدا في مدينة زايد، محسن بن محمد بن محسن بن حمد الفلاحي. أهنيك على هذا الفوز، فوز مغادر في هذا الخنجر الغالي. متابعينا مشاهدينا الكرام، شكرا سعادة عبد الله محمد الكواري نائب رئيس اللجنة على تتويج الفائزين، وهذه قائمة بأسماء الفائزين في الأشواط المسائية الرئيسية. 22 شوط رئيسي، 4 رموز، وهناك 18 سيارة في هذه الأمسية التي كانت حاضرة معها الإثارة مع هجن أبناء القبائل ضمن هذا المهرجان الغالي. القائمة توضح أسماء الفائزين بالإضافة إلى التوقيت الأفضل، توقيت ثنا صاحبة الشلفة في الشوط الرئيسي المفتوح بشعار الجنرال سعيد بن راشد الزعبي الذي حقق الناموس. 5 دقائق 53 ثانية، 82 جزء من الثانية، هذا هو التوقيت الأفضل مع هذه الأمسية المميزة.
تهانينا والناموس لكل الفائزين، حظا أوفر لمن لم يحالفه الحظ إن شاء الله في السباقات القادمة. نتمنى لكم التوفيق. تقبلوا تحيات فريق العمل هنا في قناة الريان بعد مشاهدة ملخص يا أشواطي الأمسية على شاشة قناة الريان الناقلة لهذا الحدث المهم. شكرا للمسات المخرج المميز علي بوشارب المميز في كل مكان وزمان. شكرا أبو محمد على هذه اللمسات المميزة. شكرا لفريق العمل كامل. شكرا لابن خزينة أيضا. شكرا للمخرجين وعبد الله الخوار. شكرا للجميع، وتقبلوا تحياتي إن شاء الله. في يوم الغد سنلتقي مع سن اللقايا وهجن أبناء القبائل. إلى ذلك الموعد تقبلوا أجمل التحيات. محدثكم مطلق بن علي العنزي.